بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده بنتكلم عن مشكله 700 مصنع لرجال اعمال مستثمرين لجمعيه مستثمري بساتين الاسماعيليه التابعه لمحافظه الشرقيه. الناس دي عملت مصانع كانت على ارض زراعيه حوالي مساحتها 1505 فدان، لم تصلح للزراعه لسبب وجود ملوحه في مياه الابار بتاعتها. طلبوا بتحويل الأراضي الزراعية بعد شرائها إلى أراضي صناعية من 97 لغاية دلوقتي، تم تحديد السعر أكثر من مرة، وحاليا ما زالت المشكلة قائمة. المصانع الموجودة حاليا بدأت ب42 في 97، انتهت الآن ب700 مصنع، تم إغلاق منهم 200 مصنع خلال هذا العام بسبب المشاكل الدائرة على الترخيص وتحويل الأرض من زراعية إلى صناعية. حجم العماد الموجود في الجمعية في المنطقة الصناعية البساتين حوالي 50,000 عامل مؤقت ودائم، حوالي 50,000 عامل مؤقت أو دائم. وإحنا طبعا بنرحب معانا النهاردة إن شاء الله هيكون رئيس جمعية مستثمري البساتين الإسماعيلية المهندس سعيد محمد لبيب، اللي يكلمنا عن المشكلة باستفاضة ونعرف آخر التطورات فيها إيه. حابين نعرف إيه أصل المشكلة عندكم وانتهت لإيه؟ أصل المشكلة إن الأرض دي استصلاح زراعي من عام 97، تم عرض بعض المستثمرين على الإدارة المركزية لحماية الأراضي تحويل الغرض من إصلاح زراعي إلى صناعي. هي المساحة كام حضرتك في المكان بالظبط؟ 1505 فدان خارج زمان بس إسماعيلية، تتبع محافظة الشرقية، طريق مصر نشاص الصحراوي، خارج زمان ب2 كيلو. المشكلة إن الأرض دي اتدقت فيها آبار ما صلحتش للزراعة مع إن الدفع كامل الثمن. فعانى المستثمرين منها كثير، إن الأرض عبارة عن أرض طفلية زلطية حجرية لا تصلح للزراعة. وبناء عليه قاموا المستثمرين بعض المصانع وطلبوا تغيير الغرض من زراعي إلى صناعي. وتم إرسال خطاب موجه من أحد المستثمرين صلاح بيومة حمادة يعمل مصنع أحجار جلي، فتمت الموافقة في 97 97 17/6/97. فرد الحماية المركزية قالت من حقكم إقامة مشروعات صناعية على هذه الأرض، حيث أن الأرض رمال صحاري بور ولا يوجد مصدر مياه من الآبار، فمن حقكم إقامة مشروعات صناعية عليها. وتمت الموافقة بمستندات رسمية. بناء عليه قام محافظة الشرقية بإرسال لجنة مديرية إسكان المحافظة في سنة 2000 في 10/11/2000، وتم حصر المصانع بالكامل. كان عدد المصانع آنذاك 42 مصنع وحوالي 80 قطعة تحت المصورة و30 مصنع تحت الإنشاء على نفس المساحة. وأوصت اللجنة بالآتي: لكي لا تصبح المنطقة منطقة عشوائية لابد من عمل تخطيط عمراني لها، تمام، وإصدار تراخيص لها، وتتبع استثمار المحافظة، مكتب استثمار المحافظة. يعني الأراضي حضرتك دلوقتي 1505 فدان دول يتبعوا محافظة الشرقية ولا في حاجة تبع وزارة الزراعة ولا في الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية؟ يتبع عليها حوالي 350 فدان، تمام، الهيئة عامة لمشروعات التنمية الزراعية. تمام. طبعا كده انا قدمت على الترخيص خلاص وبدأت في 2000 وجت لجنة اتشكلت. هو اللي حصل قبليها، ايوه، تقدم المحافظ بناء على الكلام ده كله. المحافظ كان محافظ دكتور حامد شتلة، وارسل مجموعة للبحث الموضوع هل في جدية فعلا ولا الكلام ده يقال. ففعلا بجدية باللجان اللي نزلت وشكلت
بناء عليه ارسل خطاب الى الدكتور يوسف ولي انذاك وزير الزراعه على تحويل الغرض من زراعي الى صناعي. وفعلا الدكتور يوسف والي اوصى بان للدكتور حامد شتله بتغيير بالموافقه على تغيير النشاط من اصلاح زراعي الى صناعي. صناعي بس صناعي منطقه صناعيه، على ان تكون منطقه صناعيه وهتكون منطقه واعده، ويتم تحديد فرق السعر اللجنه العليا لتنميه اراضي الدوله تحدد السعر، وبناء عليه ارسل للسيد المهندس محمد فوزي حسن وكيل وزاره الزراعه بالشرقيه انه ينفذ تغيير الغرض من اصلاح زراعه الى صناعه. في الفتره اللي هي في 2000 فتره 2000 بمستند رقم خطاب رقم 412 في 2001 29/8/2001. بناء عليه لم يتم اي جديد من قبل مدير مديريه الزراعه بالشرقيه او مخاطبات بينه وبين وزير الزراعه بخصوص هذه التعليمات. فقام المستثمرين بتسديد مبلغ 10,000 جنيه بطلبات موجوده على مساحه 5 فدان و11 فدان على اصدار شيكات ب 10,000 جنيه في سنه 2001 بموافقه التغيير الغرض. فتمت الموافقه عليه وتم تحصيل على الاملاك الدوله المبلغ 10,000 جنيه. تمام؟ بناء عليه صدر قرار في الفترة دي في 30/9/2001 من مجلس الوزراء أرسلها تنفيذا لتعليمات المحافظ إن المنطقة دي فيها مصانع وإيه الإجراءات اللي يتم فيها. فأرسلوا له خطاب إن عدم رفض التراخيص المؤقتة للمصانع الموجودة وعدم إعاقة تنفيذ أي مشروعات وتصدر رخص إيه مؤقتة. ده في 16/2/2002. بناء عليه تقدمنا الى شكوى الى مجلس الشعب في سنه في 2004 فتم حضور 50 عضو مجلس الشعب وشورى، 50 من نواب شعب شورى، شكلت لجنه مجلس الشعب يعني برئيس لجنه، كان هو رئيس لجنه مطروحات والشكاوى مجلس الشعب ومحافظ الشرقيه وجميع الجهات الحكوميه المسؤوله. نزلوا وشافوا على الطبيعه وزاروا المصانع والمعرض اللي كنا عاملينه. بعض المصانع زاروها يعني تحدد في الجدول للزياره، واهتموا وقوسوا بان المنطقه دي فعلا منطقه واعده ولابد من انهاء تحويلها لايه؟ اراضي صناعيه. تأشر من وزير في الوقت ده ودوت المهندس عبد الباسط كان ماسك المشرف على الاداره المركزيه لحمايه الاراضي، وقال بعرض مذكره الدكتور يوسف والي قال له ان اللجنه العليا لتنميه اراضي الدوله تقدمت بتحديد فرق السعر لمعاليك برجاء وعرض الموضوع على معاليكم بالموافقه الاعتماد المبلغ. اعتمد تمام وتمت الموافقه على كده وتم تحديد فرق السعر. فاحنا بنسال فين فرق السعر اللي اتحدد دوت مع انه اتعرض على الوزير؟ هل هو في داخل الادراك حتى الان؟ ده موضوع صعب جدا ان هو تترك منطقه زي ديت وعشوائيات تزيد. عشوائيات عباره عن ان المكان العشوائيات عباره عن المصانع اللي موجوده، ممكن مصانع غذائيه جنب خشبيه جنب معادن. تمام. دي سبب منطقه تسمع شويه. تمام. فاحنا النهارده كان حضر اللجنه الاستاذ عباسط المهندس عباسط وعرض الكلام ده في مجلس الشعب واحنا قاعدين، وخدنا منه تحديد فرق السعر كان قد ايه، كان في عادي موجود وخدناه كده ودي، قال لك ان سعر المتحف والعادي موجود معانا. سعر الزراعيه كانت كام حضرتك؟ موجود كانت 97 سنة 99 العادي ده 99 تحديد فرق السعر عشان اراضي صناعيه. طب كان سعر الفدان كام كله في الاراضي الزراعيه؟ 200 جنيه الفدان. وكنت اشتريته الارض، اشترينا الارض والدفع ثمن الارض بالكامل، كامل ثمن مدفوع 200 جنيه كل فدان في 200 وكان تبع المحافظه في 8000 كمان.
يعني كان تبع المحافظ 8-3. لكن الارض كلها مشتريه معاك العقد الاخضر بتاع الزراعه بتاع المحافظه كلها. اه العقود كلها بس نزلنا ارض زراعيه ومسدده كامل التام. ودي دي ملكيه افراد ملكيتها افراد. بناء عليه تم تحديد السعر اللي اتعرض علينا. انا هيكون اللجنه العليا للتنميه الاراضي الدوله عرضت على الوزير ب 3 جنيه وانتم ان شاء الله هيجي لكم الموضوع ويخلص ويبقى اعلى 3 جنيه. تمام. طبعا 3 جنيه في الفتره دي كان برضو مش سهلا تدفع 3 جنيه كان ليها قيمه برضو. تمام. بعد كده تعرض الموضوع على مجلس الشعب وتحدد كان انا ذاك رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد واشر لوزير الصناعه الدكتور علي السعيدي باعداد مشروع قرار بانهاء المنطقه طالما هي امتدادا لمشروع قائم. تحول الموضوع لوزاره الصناعه لاتخاذ الاجراءات الخاصه بانهاء مشكله الموضوع من زراعه لصناعه. كان هناك مسؤوله المناطق الصناعيه المهندسه مشيره مدكور كانت ماسكه بالفتره ديت وارصدت حده خطابات منها بموافقه المحافظ الشرقيه على النشاط من تغيير الشط الزراعي الصناعي. وافق المحافظ على تغيير الغرض. تمام. مع ان الغرض موجود قبل كده. اه. في المستندات ان هو متغير. المرحله الثانيه ان تم فعلا ارسال خطاب لوزاره الزراعه للافاده عن مدى امكانيه تحويل الغرض من زراعه الى صناعه. لم يتم الرد رغم وجود عدة خطابات. بناء عليه عملنا كان حماية الأرض بتيجي تهد بعض المصانع وقفنا هذه المهزلة ورفعنا مشكلتنا تاني للجنة المقترحات الشكاوى ومجلس الشعب وطلبنا منها ان يتم تفعيل الموضوع من جديد لان لم يتم تنفيذ اي شيء من كلام اللجنة الا انشاء كوبري للمشاه والموتوسيكلات للمنطقه خلف المنطقه الصناعيه يعني. وكان من ضمن التنفيذ المقترحات ان يتم تراخيص مؤقته للمصانع. ولما جه المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقيه اوقف هذه المعاملات كلها وحدد لجنه بحصر المصانع فلقى الحصر زادت المصانع بقى 144 مصنع. وبناء عليه تم رفع دعوة جديدة للجنة المقترحات الشكاوى ومجلس الشعب بطلب تفعيل إصدار التراخيص بعد ما أوقفها تاني وتغيير الغرض من زراعة لصناعة رغم إن كل ده كان موجود في البداية. بناء عليه حضر الاجتماع لجنة تجربة مسؤول وزارة الزراعة في الحماية الميدانية حماية الأراضي وقالوا ان احنا وافقنا على تغيير النشاط ويوميها قابلنا مسؤول الاراضي الزراعيه فتم تحويل الغرض من اصلاح زراعه لصناعه بالقانون رقم 116 لسنه 83 وتم ارساله لكل من محافظه الشرقيه صوره مبلغه للاستير عام ووزاره الصناعه صوره مبلغه للمهندس عمرو عسل لإنهاء مشكلة وتحصيل فرق السعر وإن المنطقة خرج نطاق الحصد. وتم عدة طلبات منها رفع المساحة للمنطقة وتسديد 10,000 جنيه للمركز الوطني وإرسال سي دي بالموقع العام وإحداثياته. تم تنفيذ ذلك وبناء عليه صدر قرار في 25/5/2008 من المركز الوطني بمخاطبة جميع الجهات لإنهاء وسرعة إصدار قرار المنطقة الصناعية ولم يتم جديد رغم إرسال المركز الوطني لشبكة نظم على جامعة القاهرة لبحث الموقع العام هل هذا صحيح أم خطأ وتصوير جوي فوجدوا أن الخرائط والمستندات والمساحات والإحداثيات كلها سليمة. تمت بقى المخاطبات بيننا وبين المركز لإنهاء المشكلة وإصدار قرار صناعي للمنطقة وإحنا قبل كده تحدد السعر ومخاطبات للمحافظة يا جماعة تعالوا حصلوا فرق السعر ما حدش لا بيسأل ولا بيرد على الاهتمام بهذه المشكلة للمصانع الموجودة على المنطقة. تمت المكاتبات بين عمرو عسل وليو عمر الشواتفي بعدم التعامل مع هذه المصانع الا بعد ما تسديد حق السعر، احنا ما كناش راضيين حق الدوله في تسديد فرق السعر.
فوجئنا ان في خطاب جالي من رئيس جمعيه المستثمرين من المركز الوطني لعمر الشواتفي بتحديد فرق السعر من قبل الجمعيه. ففي الفتره اللي فاتت طبعا كنا في 2012 تحددنا السعر على اساس انه يكون تعاونا معنا مع المستثمرين ومع الدوله انه يكون 10 جنيه فرق السعر. فكان في مقابله بين المركز الوطني وبين مجلس اداره الجمعيه في وجودي. فاللي هو عمر شواطفي قال ان احنا هنحدد السعر وهنخليكم نفس سعر الريف الاوروبي. قلت له بس لاحظ ان الريف الاوروبي ده منتجعات سياحيه بيبيعوا فيلل بمليون باتنين مليون بخمسة مليون حسب ما بيكون الموقع بتاعه، انما احنا استثمارات صناعيه بنشغل عماله وعندنا كثافه من الانتاج والتصدير للخارج. نرجو ان يكون النظره الاقتصاديه والنظره الاستثماريه غير النظره العقاريه. وده طبعا اتثبت بجواب رسمي واتقال له الكلام ده فيه. فالهيئات الحكوميه جت حددت ان المبلغ هيكون 220 جنيه. الهيئه العامه للشعارات والتنميه الزراعيه قالت هنحدد السعر 357 جنيه للمتر و 4000 جنيه على الفدان مرافق. رغم ان احنا مرافق طبعا احنا بالنسبه لنا احنا دخلنا جزء من الغاز في بعض المصانع، جزء من المياه للمصانع، تليفونات للمصانع، كهرباء على حسابنا للمستثمرين، كل ده المستثمر على نفقاته الخاصه. تم تسديد هذه المبالغ للجهات المسؤوله في الدوله. فوجئنا ان في حصل اجتماع في الفتره اللي فاتت كان مع الدكتور علي بشر لانهاء هذه المشكله. فطبعا تم العرض عليه، قال فعلا ان العرض ده سعر يومي زي اللي احنا طبعا نفس الحوار اللي احنا قلناه. وقال لك لا، السعر ده ينزل تدرج لغايه لما توصل لسعر ال 97 السعر اللي كان موجود فيها. تمت المخاطبات بيننا وبين الجهات المسؤوله وفوجئنا بقرار صادر من المركز الوطني مبعوث لوزاره الصناعه بعدم التعامل مع المنطقه الا بعد تسديد مستحقات الدوله. وبرضه وزير التجاره والصناعه المهندس منير فخري عبد النور صدر خطاب منه الى السيد المستشار السيد محمد السيد الطحان رئيس هيئه المستشاري مجلس الوزراء بنفس المكاتبات اللي كانت موجوده ايام المركز الوطني. هي ما اتغيرتش ان المنطقه برضه دي لازم بد تسديد فرق 220 جنيه على المتر وعدم التعامل مع منطقه وعدم اصدار تراخيص للمنطقه. نفسي اقول يعني المسؤول المفروض كان يعني الوزير كان اتصل بمن محافظ، اتصل بالجمعيه، اتصل بمسؤولين المستثمرين وقعد مع رجال الاعمال وعرف المشكله. ان المشكله ان الاداره في اداره الدوله للاسف في المسؤولين الموجودين فيها بياخدوا مكاتبات من غير ما يشوف الملف بالكامل او يتعرض عليه الملف بامانه. لان الموضوع كان خالص سعر المتر اياميه كان 3 جنيه ومعروض. طب فين السعر ده مقام يوسف والي اللي محطوط في دراج وما تعرضش؟ ليه انت تحمل عبء على المستثمر اللي هو النهارده بيشغل لك استثمارات كبيره في مصر؟ عندنا مصر حوالي 700 مصنع دلوقتي وعلى مدارب 50,000 عامل يومي وعماله ثابته. فهنا احنا بنقول احنا النهارده لما تيجي توقف الرخص على المستثمرين وتدمر الاستثمارات الموجوده في المنطقه وتحط سعر جزافي الهيئات الحكوميه تقول 220 سعر يومي، فطبعا ده اسمه تدمير الاستثمار وتدمير لبلدنا الحبيبه مصر. عايزين مسؤول يكون جريء زي الفريق عبد الفتاح السيسي ان هو ينظر في هذه المشكله ويتبناها. طالما مفيش وزير قادر يحل مشكلتنا لغايه النهارده اللي من سنه 97 ل 2013 وكده هذه المصانع هتعتبر بتهدم من قبل المسؤولين الغير مسؤولين للاسف.
في اللفظ اللي انا قلته، لان النهارده المفروض لو ببص للاستثمارات هبص للاستثمارات الناتج بتاعها بيعود على البلد دي ايه. النهارده انت بتجيب حاول تجيب مستثمرين عرب عشان يحلوا مشاكل العطالة والعمالة في مصر، ما انت عندك 700 مصنع وهيفوق المساحة العدد ده اكتر لو انت حليت مشاكل المستثمر النهارده. يبقى انا النهارده ما احطش عرقلة لاي مستثمر. في جريدة يعني جريدة المال كانت عارضة موضوع غريب جدا الواحد استغرب عليه، في الشركات الخليجية قالوا ان الحكومة هتحل جميع الخلافات ديت وبسرعة وبأقصى وقت، على اساس ان الشركات دي كانت واخدة مساحات كبيرة من الاراضي، شركات كويتية على سعر الفدان كان 200 جنيه سنة 2000، وده موجود في جريدة المال اللي هو بتاريخ 12/11/2013، وقالوا ان الناس دي السعر بتاعها هيحدد، سعر المباني هيحدد بسعر التعاقد اللي كان سنة 2000 اللي هو برضو بنتكلم فيه في حدود 3 جنيه او ما يقرب لذلك. فالنهارده انت بتحل شركات خليجية واستثمارات خليجية وما بتحلش مشكلة المستثمر المصري اللي هو ابن بلدك اللي هو هيبقى جنبك وسندك في اي مشاكل مطلوبة للبلد. فأنا بأسف على اللي بيحصل ده. احنا النهارده المستثمرين عندهم طلبات تصدير للخارج، كل ده بيقف النهارده بسبب العقل اللي موجوده في السعر اللي اتحدد، سعر بالمخالفه، سعر خوف اتحط النهارده عشان ما حدش يتحاكم في السعر اللي بيحطه، حط سعره جزافي، اللجنه اللي قامت حطت سعره جزافي، وده كان مشكلتي معاهم وكلامي انا والمستثمرين ان احنا ده سعره جزافي، وفين السعر اللي كان معروض من سنة 2000 او 2001 اللي متحدد من وزير الزراعة من لجنة تدمين اراضي اللي ارسلته ليه واعتمده ولا يوجد هذا التاريخ حتى الان. حضرتك دلوقتي بالنسبة لقرار التسعير كان 220 جنيه بالنسبة لوزير التجارة في 2012. في 2012. نعم. طب حضرتك الاراضي دي مش عنده اختار من الاراضي دي كانت مشترينها انتوا وعايزين تغيروا بس الغرض. الغرض من بدل من غرض الزراعة بقى غرض صناعي. ايوه ده تم فعلا. ده تم فعلا وصدر، انا قلت الكلام ده ان صدر في 2001 قرار من الوزير يوسف والي بتحويل الغرض من زراعه لصناعه وتحديد فرق السعر من قبل الهيئه عامه تدمين اراضي الدوله. فتم فعلا التحديد وارسلته للوزير ولم يتم عرضه. تمام. وياميها كان السعر 3 جنيه في عقود من سنه 1999 والفدان كان 200 جنيه رغم ان الارض دي مدفوع حقها زراعيا يعني مستدده حق الدوله. لما تاخد مني فرق سعر تاخد حاجه رمزيه. تمام ده صحيح. لان النهارده ان انت لما بتيجي تاخد ارض موجوده ارض زراعيه ارض صناعيه تبع المحافظه او تبع وزاره الصناعه المتر بيبقى 50 جنيه. ده صحيح. او 100 جنيه او 150 جنيه. الفترات حسب التفاوت بتاع السنين. طب حضرتك التقييم اللي حطه 220 جنيه هو في مين عمله اللجنه اللي اللجنه العليا الهيئات الحكوميه اللي من عن طريق المركز الوطني وانا حطيت لهم السعر 10 جنيه تعاونا منها مع الدوله في الفتره دي لان المستثمر عانى منها الكثير. الكثير. المنطقه دي كان عباره عن كثبان رمليه وزلطيه. تمام. وتم تسويتها بمعرفه المستثمرين. تمام. دي كانت ده اثر على المرافق ان هو عدم التوصيل ده اثر على المرافق اللي عندكم الخدمات ولا ما احنا الخدمات احنا واخدين فيه خط العبور واخدين منه ميه بتعاقدات مع بعض المستثمرين هناك. وبندفع حقها. دخلنا تليفونات خطوط عشان نتعامل بالفاكسات والنت. تعاملنا مع هيئه التليفونات. ودخلنا كابل عديناه حتى على حسابنا الخاص 3 اسماعيليه وعملنا لنا محطه هناك للتليفونات مخصوصه لينا. دخلنا بعض المصانع دخلت غاز على حسابها الخاص. الكهرباء بندفع حقها رغم ان هم باعتين في جواب بيضللوا جميع الوزراء المسؤول نفسه اصلا اعرف المسؤول بيقول كده ان بيقول لك ان كل الخدمات الموجوده ان المنطقه دي بتاخد هذه الخدمات وبتبقى عبء على الدوله. تمام. على اساس ان احنا ما بندفعش حقها. طب انت جبت الكلام ده منين؟ طب احنا معانا مستنداتنا بان احنا بندفع حق المايه بندفع حق الكهرباء بندفع حق الغاز يعني الحاجات دي مستندات موجوده يعني حاجاتنا احنا مش بنبعب على دي احنا بنفك العبء اللي على الدوله.
يعني هو المفروض يبص لها نظره تانية. للاسف الانسان اللي ماسك الورق اذا كان موظف موجود من بدايه العهد البائد الى النهارده هو نفس الموظف اللي بيكتب نفس المكتبات. بس مشكله من 3 جنيه ب 20 جنيه معلش الحاجه برضو عاليه طبعا يعني عاليه جدا. من 3 جنيه في 2000 مثلا لغايه 2013 بقى 220 جنيه برضو. ما هو مين المسؤول؟ ما هو لازم يحاكم المسؤول. في مسؤول موجود كان في البدايه من سنه 2001 الدفع 10000 جنيه بشيكات مثبوته حق الدوله. شيكات صادره بحق الدوله في تغيير الغرض بموافقه وزير الزراعه بالقرار الصادر. ما يحسب لو حسب حاجه بقى تركيبه المبدئيه ال 10000 جنيه. لا احنا هنقاضي الدوله. هنقاضي المسؤول. مين اللي مين 10000 جنيه برضه حضرتك في 2000؟ لا احنا بندفع 10000 جنيه وده اللي احنا طلبناه كجد لان كان وقفها المستشار احمد مجيد. خد الجديه حضرتك دلوقتي وانا واقف كده هبيع لك دلوقتي بسعر متر. تمام. دلوقتي انا عندي مشكله انك انت بتحاسبني 3 جنيه غير 220 جنيه. طب 10000 اللي دفعتهم خليتهم كام؟ لا ال 10000 دي جديه تعمل على الارض يعني من تحت حساب الفرق اللي انت هتدفعه. يعني مثلا انا عندي حضرتك دافع 10000 امتى؟ ده في برضه كان الدكتور عزاز لما مسك في 2010 2011 جديه قريبه يعني. فدي دفعنا برضو المصانع مع الترخيص انا طلبت منه كده ان خد جدد الـ الـ هذه الموافقات القديمه بحصولنا على 10000 جنيه كل ترخيص وتم ذلك. النهارده جم وقفوا قال لك ما تتعاملش مع الارض وما ما تدفعش ما تحصلش اي حاجه من المستثمرين الا بعد ما يدفعوا على المتر ولا اي رخص تطلع لما يدفعوا على 220. انت بتديني سعر يوم ليه؟ انت المفروض انا قلت قبل كده في مخاطباتي لوزير الصناعه ومخاطباتي لمركز الوطن وللمحافظ يا جماعه خدوا ال 10000 جنيه اللي انتوا بتتحصلوها لحين واصدروا تراخيص للناس لحين انهاء مشكله المنطقه في تحديد فرق السعر. انت السعر كان موجود عندك في ادراج مركونه. مين المسؤول بيه؟ دي علامه استفهام بقى ما نعرفش مين المسؤول وراكن الموضوع ده. تمام. طيب قلنا قبل كده ناخد قرار منطقه صناعيه. تمت مخاطبات وعامله برضو عملنا لجنه متعاطي الشكاوى وقعدنا هذا الموضوع وخدنا موافقه من الاستاذ امين اباظه لتحويل الغرض. فانت كل يوم كل سنه بتعيد المشكله ومحادثات ومخاطبات. طب النهارده لو كنا لمينا المبالغ دي من زمان كانش هيبقى في عيب على المستثمر. انت النهارده بتحمل المستثمر اعباء فوق اعبائه. طب حضرتك المصنع انا زي المصانع عندك 1005 فدان. نعم. المصانع بقيمه كام دلوقتي وعلى مساحات كام؟ حوالي 700 مصنع وفي دلوقتي المصانع حوالي 200 مصنع تم غلقه بسبب القرار ده. اغلاق 200 مصنع؟ وهتستمر الاغلاقات. طب حضرتك الحجم مين المسؤول ده؟ حجم العماله عندكم حوالي 700 مصنع تزيد كمان. حجم العماله بتاعتهم بقى حوالي 50 عامل تقريبا 50000 عامل يومي وثابت. طب الانشطه بتاعتكم بقى؟ انشطه مختلفه في اباظه للمقطورات لاند روفر. في اخشاب صناعه اخشاب كونتر. في اساس صناعه اساس. في اسلاك و مع معادن يعني شبك يعني ممدد مواسير. في شركه القاهره للمسبوكات بتعمل مواسير المايه خطوطه بتصدر لخارج ومحابس. طبعا دي عطلات كلها اصبحت يعني تقول لكم صادرات في الخارج برضه. بنصدر تصدير الخارج. شركات كبيره في بيعملوا خبس الالومنيوم بيعملوا سبائك وبيصدروها لشرق اسيا اللي بتصنع منها عندنا المواتير في المنطقه بتاعتنا دي. خد بال حضرتك. في اعلاف. في مواد غذائيه. في مطاحن. دقيق وكده. في عندك مخصبات زراعيه موجودة. أنشطة مختلفة. طب 200 مصنع توقفوا من امتى لامتى؟ في الفترة اللي فاتت دي كلها. يعني في السنة مثلا لا في السنة دي. السنة دي. وفي عارض للبيع. مصانع معروضة للبيع لأن خلاص كده يعني أنت بتهدم منطقة صناعية. طب المساحات حضرتك بتاعت المصانع بتروح في تتفاوت في 1000 متر في 5000 متر في 10000 متر. في 40 فدان. مصنع الشكر اللي عامل على 40 فدان. أباظة عامل على حوالي 28 فدان. خد بال حضرتك. طب حضرتك الترفيه بتاعهم ده يعني هو كان 220 جنيه هي دي على اراضي مرفقه صناعيه مرفقه؟ لا لا هي مش مرفقه احنا يعني السعر بقى ايه؟ هم دلوقتي طلبوا مننا تحديث جديد لاحداثيات المنطقه بخرائط جديده. تمام. عملنا الاحداثيات عن طريق المحافظه. دفعنا لهم 20000 جنيه من حساب الجمعيه على اساس ان هم يعملوا احداثيات وخريطه للمنطقه بالكامل
وتم ده فعلا، هما في النهايه لنا رفع المساحه للمنطقه والمصانع موقع عليها زي اللي كنا عاملينه، لان دي تحديث جديد احنا كنا عاملين في 2008، فدلوقتي طلبوا تحديث جديد للمنطقه بناء على الطلبات اللي موجوده، فبرضه ما معناش عملنا وشغالين. بس انت النهارده بتطلب طلبات ماشي، بس ليه ما بتنهيش مشكله؟ يعني في منطقه 70 فدان و80 فدان تبع محافظه الشرقيه بالبيس العاشر، اتفضل حضرتك، بتتكلم في 70 فدان او 80 فدان، انت عندك 1005 فدان، وتعالى شوف الانشطه اللي هنا وشوف الانشطه اللي انت اديتها قرار بترخيص وسعر المتر كان مديها في سنه 2000 ب 20 جنيه ولمده 5 سنين، وفي 2007 اديتها ب 51 جنيه للمتر، وكل ده مرفق مقدمته للمركز الوطني. فطبعا دي حاجات انت النهارده كان عندك قرار وعندك سعر وتستخبى في الدور، كان لصالح مين؟ دي علامه استفهام عايزين نعرفها بمستنداتنا. طب حضرتك دلوقتي بالنسبه للسعر بنتكلم عن 220 جنيه وحضرتك بتتكلم عن 10 جنيه، يعني فرق برضه. ما هو احنا بنتكلم المستثمرين يعني ممكن يعني يتعاونوا مع الدوله في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، بس السعر كام؟ ما احنا المستثمر النهارده متنساش ان هو عنا الكثير في الارض، عباره عن ارض رمال صحاري بول. تمام انا فاهم فكره الترفيه، فالتكليف بتاع لا معلش في حته هنا، انت النهارده كلفت عشان توصل لانشاء مصنع كنت بتساوي وريت الكلام ده للجنه، لجنه الهيئات الحكوميه، عباره عن تبات بتتشال عشان تساوي على منسوب الارض، انشات مصنع عليه، شغلت عماله، الكلام ده من سنة كام؟ دخلت للدولة ايه في الفترة دي؟ من ضرائب عامة لضريبة مبيعات، ايه اللي انت الدولة استفادت منك بايه؟ لتأمينات لكله، ما انت هنا في استفادة الدولة خدتها. شغلت عمالة، يعني قضيت على مشكلة عمالة، المنطقة بتاعتنا كانت داخلة في برنامج العهد البائد من ضمن الألف مصنع. موجود بمستند. الكلام ده موجود من ضمن المصنع 1000 مصنع. طب حضرتك برضه السعر انتوا عايزين يعني السعر احنا نرجع للمستثمرين إيه؟ اللي هو يعني برضه يعني المستثمر حاسب التكلفه بتاعته والتسويه بتاعه الارض وتوصيل المراقب وكده، يبقى سعر يعني عادل بالنسبه للمستثمر وللدوله، فرايح هيكون كام؟ ما احنا قلنا 10 جنيه، نتعاون مع الدوله ب 10 جنيه. لان ال 10 جنيه احنا بندفعها يعتبر اصل رجعي. وهل هندفعها على 15 على 1505 فدان؟ اه كل مستثمر. لا كل مستثمر هيدفع على المساحه اللي هو مقام عليها المصنع. على جمله الارض يعني؟ اه على مساحه المصنع بتاعه. على مساحة المصنع بتاعه. حاجة السعود مصنع دول هل هم يشمل المساحة كلها؟ لا 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 لا. في نقطة تانية بتكلم على كده. لا ما احنا عندنا المساحة 1505 مصنع. مساحة 1500 فدان. تمام 1500 فدان في 500 كانوا دول محاجر موجودة. الدولة كانت بتستفيد أصحاب الأرض بس الدولة بتاخد منهم تحصيل لحق المحاجر ديت. أنا فاهم. وليها منسوب مختلف يعني منسوبها حتى موازي لترعة إسماعيلية لأن احنا واعيين على اتجاهين. قدام مطار الشاصة الحربي على طريق الاسفلت وده كان التبات ودي استاوى تم تسويته. الجزء الثاني بيتبع اسفل ترقه اسماعيليه هي قطعه واحده اه 500 فدان دي قطعه واحده اه وال1000 فدان مقام عليها المصانع المصانع هنتكلم عن 1000 فدان في سوم المصنع في سوم المصنع. ان شاء الله بشكرك حضرتك جدا جدا الله يخليك يعني على الحوار اللي اسرتنا بيه الله يبارك اتمنى ان شاء الله المشكله تحل في اقرب وقت ونتواصل مع حضرتك ثاني في اخبار اليوم ان شاء الله. متشكرين جدا على حضرتك. شكرا فندم. شكرا شكرا, شكرا.